لما نفيق الصبح وأول ما نبدأ نهار الشغل والتعب، وحتى لما نقرر ناخد استراحة قصيرة من الدراسة، بتكون كأسة النسكافيه غالبا الرفيق المرشح الوحيد للموضوع، للحد يلي صار هالشي عادة يومية لكتار من دون ما يعرفوا شو نتيجة تكرار شرب النسكافيه بكميات مبالغ فيها. طبعا الأضرار يلي كشفت عنها الدراسات بتستاهل نتوقف عندها ونرجع نقيم الأمور ونحدد إذا كانت كاسة النسكافيه فعلا بتستاهل هالمخاطرة. أحد أبرز مخاطر وأضرار النسكافيه إنه بيمثل تهديد على عضلة القلب وبزيد من احتمالات التعرض للأزمات القلبية أو الإصابة بالجلطات أو حتى تصلب الشرايين، وهالشي بيرجع لاحتواء النسكافيه كميات كبيرة من مادة الكافيين المنبهة يلي بتسبب ارتفاع ضغط الدم وبصورة مفاجئة. بتقول الدراسات العلمية كمان أن الأشخاص المدمنين على شرب النسكافيه أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الهيكل العظمي الصحية في المستقبل، بالإضافة إنه ملعقة واحدة من النسكافيه بتحتوي على نسبة أعلى من مادة الكافيين الموجودة بأي مشروبات أخرى، ومن الممكن كمان إنه يتسبب الكافيين في الإدمان، لأنه تناول النسكافيه بانتظام بيغير من كيمياء الدماغ. أما هضمياً بتحتوي المعدة على حمض الهيدروكلوريك يلي بيساعد الجسم لما بيتوفر بالمستوى الطبيعي على هضم الطعام بكفاءة. بس لما تكون المعدة فاضية، هذا الحمض ما بيكون عنده وظيفة ليشغلها، لهيك شرب كوب من النسكافيه على معدة فاضية صباحاً أمر ضار، لأنه بيساهم بتفاقم ألم المعدة نتيجة إفراز المزيد من حمض الهيدروكلوريك.